السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة الجديدة من حلقات السيارة المستعيلة. كنا قد اشترينا هذه السيارة الخضراء ولم تعجبنا بالمرة. شوف المسارات يا سادة، الله الله عليك، وصلنا 986 نقطة. سوف نرجع لهذه السيارة على بركة الله. اجتزنا كل هذه المراحل، وصلنا إلى المرحلة الأخيرة. إذن ننطلق على بركة الله. شوفوا الهندي، شوفوا اللفة هنا، شوف الضوء كيف سقطنا، مجرد تجربة فقط. شوفوا كيف، شوفوا السرعة، شوفوا الأناقة، شوفوا الهاندين هنا، شوفوا اللفة كيف الله سقطنا مرة أخرى. لا يهم، سوف نعيد. شوفوا الهاندين هنا، شوفوا هذه السرعة الخيالية لهذه السيارة. شوفوا يا سادة، شوفوا الدورة، شوفوا اللفة. مشكلة هذه السيارة واحدة هي في الهاندين. الهاندين عندها ضعيف شيئا ما، ولكن في السرعة والمطبات هنالك سهولة وأناقة في الاجتياز. شوفوا أكل الفقاعة الخضراء، الفرامل لا بأس بها، ولكن على الهم هذه السيارة هي التي تعجبني. هذه السيارة هي سيارة أحلامي، سيارة من نوع سكودا على ما أظن. اتركوا لنا في التعليقات ما رأيكم في هذه السيارة، أي نوع هي؟ شكرا لكم على التعليق. شكرا يا جعب سبيرو، شكرا يا جعب سكركر. شوفوا الأناقة، الضوء، هذا هو الحب. هذه هي السيارة سقطت، لا يهم، نعيد الكرة مجددا. شوفوا سوف ننزل، أعتقد سوف ننزل مباشرة. لا يهم، نرجع إلى الوراء قليلا لنرى. لا، ظننت أننا تركنا فقاعة ولكن لم نترك شيئا. شوفوا الأناقة يا سادة، شوفوا السلاسة، شوفوا 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 السرعة. هذه هي السيارة الأحلام، لا تسقط بسهولة. شوف الفرامل، نتأكد من الفرامل هنا. شوف العجلات كيف تدور، شوف النيران تنبعث من السيارة. شوف العجلات، شفتم العجلات، شفتم الأناقة، اللفة هنا والهاندين. سير على بركة الله يا سيارة، لا تطيري. شوف الفرامل، فرامل لا بأس بها، كل شيء جيد في هذه السيارة إلى حد الآن. سيري إلى خط النهاية، مرفوعة الرأس، مرفوعة العجلات، مرفوعة المرآتين، مرفوعة الباربريز. شوفوا الدوران هنا، لفة خطيرة، لن تسقط السيارة بسبب التصاق الواير بالنار. أتينا من هنالك، شوفوا السحب، شوفوا على السحب، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا في السماء، في مسار جد وير يا سيدة. سير يا سيارة، الضوء عليك، الفقاعة الخضراء بكل ارتياحية. شوفوا اللفة، شوفوا الدورين، شوفوا القفزة، الأناقة والرشاقة. شوفوا الرومبوان هنا على اليمين مباشرة، الضوء سير، ثم نذهب مباشرة الرومبوان الآخر. شوفوا النيران، شوفوا اللفة، شوفوا الدورة هنالك، شوفوا النزول،
هذا هو المسار السحري، هذا هو المسار السري، إذا لم نجتاز من هنا فلن نصل. شوف السرعة، شوف القفزة، لفي دوري دوري، لفي ثم دوري، فن 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 رن، شوف اللفة، شوف الأناقة، شوف السلاسة، شوف الاجتياز، شوفوا يا سادة، شوفوا يا سادة، شوفوا الأناقة، شوفوا شوفوا شوفوا، لن نسقط في البخ. السيارة تجتاز هنا بكل أريحية. شوف السرعة، سقطنا يا إلهي على هذا السقوط المبهر الوعر. خط النهاية هنالك مباشرة في الأمام، لا يجب أن نسقط إذا أردنا أن نصل قبل نهاية الوقت. شوف الثلاثة، سيري يا سيارة، سيري على بركة الله، سيري، توقفي، شوف القفزة، شوف الرشاقة، شوفوا 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 المسارات، شوفوا الدوران، شوفوا الهاندين هنا، شوفوا الجرافيك الخيالي. بز 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 شوف السرعة، شوف شوف شوف، الله 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 الله، سقطنا. لا تقولوا لي سقطنا وسوف نعيد من ذلك المسار. هنا يجب أن نتوقف، هذه المسارات غير مرئية بالمرة، ولكنني حفظتها عند ظهر قلب. سيري يا سيارة، لا تسقطي، بقيت دقيقتين على نهاية الوقت. الفقاعة الخضراء، يجب الرجوع إلى الوراء وإلا وجدنا خط النهاية بدون الفينيش. توقفي يا سيارة، أين أنت؟ لا أكاد أراك. يجب أن نسرع قليلا، يجب أن نسرع، فخط النهاية ينتظرنا. لا يجب أن نسقط، لا يجب أن نسقط بالمرة. أين الفقاعة الخضراء؟ هنا. شوفوا كم بقي من الوقت. يجب أن نأكل الفقاعة الخضراء. خط النهاية هنالك مباشرة.
يجب الإسراع. 35 ثانية. توقفي 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 توقفي. أكلنا الفقاعة الخضراء، كم بقي من الوقت؟ هل سنصل؟ هل سنصل يا سادة؟ 20 ثانية. 20. 15. شوفوا على الدخول. شوفوا سوف ندخل في الوراء. أقل من ثانية. شكرا لكم على متابعتي الحلقة. ألقاكم في مسابقات وفي ألعاب أخرى. أظن سوف ألعب الباب جي في الحلقة القادمة. شكرا لكم. إذا سوف نضغط على بلاي وهنا الإيرور. أتممنا هذه اللعبة. شكرا لكم. 444 ألف. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.